من السنن في الطعام أن يترك حتى يذهب فوره ثم يؤكل. وكانت أسماء رضي الله عنها إذا ثردت صنعت ثريدا تغطيه حتى يذهب بخاره. وتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أعظم بركة إذا فار مثل البخار لابد أن تتركه حتى تذهب فورته ثم تتحدث معه لتستمتع به.